السلام عليكم. درس اليوم بالرياضيات ترتيب الأوقات. أستيقظ من النوم الساعة 7، أتناول الإفطار 7:15، أذهب إلى المدرسة 8، أؤدي واجباتي 2:00 عند عودتي من المدرسة، وبعد الغداء فيكون الغداء 3:00، ثم الدراسة 4، ثم اللعب بعد ذلك 5، والنوم يكون 9 مساء. ترتيب الأوقات. فلو أردنا أن نختار بعض الأعمال التي نقوم بها ونرسم الساعة المناسبة لهذا العمل الذي نقوم به، نرسم الساعة المناسبة: الاستيقاظ من النوم، الاستيقاظ 7:00 صباحا. عندما أرسم ساعة يكون رقم 12 في الأعلى ورقم 6 في الأسفل، وعن اليمين يكون رقم 3 وعن اليسار يكون رقم 9، وما بينهما تفرقة الأرقام، قبل الثانية وقبل الثالثة تكون الثانية وقبلها الواحدة، الثانية الواحدة بعد الثالثة 4 وبعدها 5، بعد 6:00 وبعدها 8، ثم 9، بعد 9 10، 11، ثم 8. الاستيقاظ من النوم 7:00، عندما يكون الرقم تماما يكون مؤشر الدقائق وهو العقرب الأطول يكون في على رقم 12، والعقرب القصير وهو عقرب الساعات يكون على الرقم 9. هذه 7. عندما أستيقظ من النوم هناك 7 صباحا وهناك 7 مساء، الاستيقاظ يكون صباحا، إذا صباحا. عندما أذهب إلى النوم تكون 9. طبعا والأوقات تختلف من شخص لآخر، ولكنها هذه الغالبية، أوقات الغالبية. نعود ونرسم ساعة أخرى. المنطقة العلوية 12، السفلية 6، اليمين 3، اليسار 9، عندنا 1، 2، ثم 3، 4، ثم 5، 6، 7، ثم 8، 9، 10، 11. نرسم 9 تماما، التماما يعني مؤشر الدقائق على 12، والمؤشر الساعات على الرقم 9. تناول الغداء 3:00. نكتب المؤشرات في الأعلى. طبعا الذهاب إلى النوم يكون مساء. تناول الغداء 3:00. نرسم الساعة في الأعلى 12، في الأسفل 6، عن اليمين 3، عن اليسار 9، وما بينهما الأرقام التي تكمل العد: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
إذا تناول الغداء على الثالثة يعني تماما الساعة مؤشر الدقائق على الثانية عشر مؤشر الساعات على الثالثة. العودة من المدرسة، نعم العودة من المدرسة، الذهاب إلى المدرسة يكون الساعة الثامنة، العودة من المدرسة يكون الساعة الثانية، العودة من المدرسة نكون الساعة الثانية. ونعيد الكرة ترتيب أرقام الساعة، واحدة، اثنتان، ثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، العاشرة، الإحدى عشر. الثانية يعني أقرب الساعات على رقم اثنان، وأقرب الدقائق على الاثنى عشر. يعطيكم العافية.